نتابع الآن مشاهدينا هذا المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأرميني. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي. الضيوف الأكارم، السيدات والسادة المحترمون، إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيف الزيارة الرسمية لوفدكم برئاسة فخامتكم إلى جمهورية أرمينيا اللي بسميها بكل فخر واعتزاز تاريخية تنبع صداقة الشعبين من أعماق القرون، وإن بدورها تتعزز بأكثر من 30 عاما من العلاقات المستقرة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا. أنا بعتبر المفاوضات مع نظير الرئيس السيسي مثمرة، حيث ناقشنا خلالها الإطار الواسع من التعاون بين بلدينا على مدى السنوات وخطط اليوم والمهام المستقبلية لتطوير العلاقات الثنائية فيما بعد. أود أن أشير بارتياح إلى أن أرمينيا ومصر تتعاونان اليوم بشكل فعال في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها. كما تم تكوين تعاون فعال في عدد من المنصات متعددة الأطراف. بالطبع حجم التجارة الثنائية ما زال غير مرض، مع ذلك فأنا على يقين أن بفضل أجندتنا السياسية الواسعة وكذلك من خلال بذل حكومتي بلدينا جهود مشتركة سيتم تعميق أجندة التعاون المتبادل المنفعة بشكل أكبر في المستقبل القريب، وسنسجل نتائج في التبادل التجاري والاقتصادي وكذلك في عدد من المجالات الأخرى. وأرى أنه من الضروري أن نعترف أنه خلال السنوات الماضية تم إحراز تقدم كبير في جميع مجالات التعاون. علاوة على ذلك تظهر آفاق جديدة للتعاون، تم التوقيع على أكثر من 50 وثيقة تعاون بين بلدينا، وفي إطار الزيارة تم التوقيع على عدد من الوثائق الإضافية أيضا والتي ستكون بداية لمبادرات جديدة ومثيرة للاهتمام. السياحة تتطور بشكل ديناميكي. بالنسبة لمواطني أرمينيا، كانت مصر واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لقضاء العطلات لسنوات باستمرار، وعدد السياح لدينا يتزايد بشكل كبير عاما تلو آخر. بعد التسهيل الأخير لمنح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين من قبل أرمينيا، نتوقع أيضا تدفقا كبيرا للسياح المصريين لأرمينيا، مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأواصر الودية الأرمينية المصرية والتعارف المتبادل بين الشعبين. بالطبع خلال اللقاء مع الرئيس السيسي، فضلا عن الأجندة الثنائية، ناقشنا أيضا قضايا ذات أهمية أمنية وسياسية وإقليمية، كما ناقشنا جهود أرمينيا لإهلال السلام والاستقرار في المنطقة. لا يفوتني أن أذكر أن للجالية الأرمينية المصرية دورا خاصا في العلاقات الأرمينية المصرية اللي بتأدي مساهمتها لقرون باستمرار في تنمية مصر وتقوية العلاقات الثنائية. وفي هذا الصدد أود أن أعبر عن شكري الخاص على الرعاية على مستوى الدولة اللي كان وما زال يتمتع بها مواطنينا الذين يعيشون في مصر، ولا ينسى الشعب الأرمني أبدا الاستقبال بأزرع مفتوحة والدعم الذي أبدوه الشعب المصري لأولادهم الذين نجوا من الإبادة الجماعية للأرمن. أعمل في أن تكون الصداقة الأرمنية المصرية في الفترة الراهنة المالية بالعديد من التحديات أحد العوامل اللي بفضلها هيتمكن بلدانا من التغلب على جميع الصعوبات والسير بثقة نحو مستقبل مشرق. فخامة الرئيس، أغتنم الفرصة دي وأرجو أن تتقبلوا تهنئة الحرة على التنظيم الممتاز للمؤتمر 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتريا بشأن تغيير المناخ، وعلى النجاح والنتائج الإيجابية التي تحققت أثناء المؤتمر. في الهوية مرة أخرى أود أن التأكيد على أهمية هذه الزيارة التاريخية مع أصدق تمنياتي لدولتين لمزيد من علاقات وطيدة وإنجازات جديدة في العمل المشترك لما فيه خير شعبينا. شكرا.
السادة الوزراء، السادات والسادة الحضور، بداية أود أن أعرب عن سعادتي بتواجدي اليوم في العاصمة الأرمينية بريفان كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت من 30 عاما على إنشائها في عام 1922. وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي تجنه مصر علاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات امتدادا لعلاقات تاريخية لها خصوصيتها المتفردة على المستوى الشعبي تعود إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا إسهامات مقدرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لدورهم الطيب الأثر في إسراء حياة المجتمع المصري. كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا إلى أرض أرمينيا الصديقة. إذا انعكس هذا المناخ الودي على أجواء المباحثات التي عقدتها اليوم مع فخامة الرئيس فاهاجين، وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما جعلها مقصدا استثماريا واعدا في ضوء توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر ومميزات التنافسية الكبرى. كما عربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة الرئيس فاهاجين في القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي عكست مدى الاهتمام الذي تولي أرمينيا لقضية المناخ. وعلى الجانب الاقتصادي تم تأكيد أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانات الواعدة لكليهما، وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما بما لها من خصوصية شعبية، الأمر الذي يتطلب تفعيل وتنشيط الآليات الاقتصادية القائمة بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى منها وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال. كما شهدت المباحثات استعراضا للجهود التي تبذلها مصر لتزيل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التي شهرتها مصر على امتداد رقعتها لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبي ونفاذ لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق الدول المجاورة العربية والإفريقية فضلا عن إصدار رخصة الاستثمار الذهبية. استعرضنا كذلك الطفرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا القطاع وقدرتها على تنفيذ المشروعات المطابقة للمعايير العالمية في وقت قياسي، حيث عربت الفخامة رئيس فاهاجين عن استعداد القاهرة لتبادل ما لديها من خبرات مع بريفان في هذا القطاع سواء على الصعيد التقني أو للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أرمينيا. وتم أيضا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس التطرق إلى عدد من القرارات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض والعمل الدائم لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل والاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تداعية الأزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. مرة أخرى أتمنى لفخامة الرئيس فاهاجين كل التوفيق والسداد في قيادات دولة أرمينيا الصديقة وشعبها القريب لقلوب المصريين، وأنني على ثقة فأن هذه الزيارة ستمثل نقطة انطلاق حقيقية بما نتج عنها من زخم سياسي وما شهدته من تفاهم على مستوى القمة لتعزيز العلاقات المصرية الأرمينية في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية للسوق الأرميني. ختاما أرجو لدولة أرمينيا وشعبها الصديق كل التوفيق والتقدم والازدهار
شكرا لكم خالص تمنياتي بالنجاح. شكرا لكم.